أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: المعانقة بين الأخ وأخته في حال أن يأتي أحدهما من سفر، هل هي جائزة؟ إذا كان يخشى الفتنة فلا، لكن إذا قبلها على رأسها أو على جبهتها ما فيه محذور، إنما على الخد أو على الفم هذا هو اللي فيه المحذور. نعم.